السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا سنة تانية؟ النهاردة ان شاء الله كلنا هنتكلم عارفين عن ان الجزء الجزء الاولي الاولي بتاع الفيميل الجينيتال جينيتال سيستم، سيستم بيتكون من التو اوفرز اللي بنعتبرهم البرايمري فيميل سكس اورجنز، وبعدين عندنا في تو فالوبيان تيوبس او بنسميهم الاوفيداكتس، وفي اليوترس، وبعدين الفاجينا، في كمان عندنا الميموري جلانز او البريست، وعندنا في تيمبوراري اورجان بسميه البلاسينتا، ده في حالة البريجنانسي. نبتدي اول حاجة بالاوفري. كلنا عارفين ده منظر الاوفري، بيبقى شكل اللوزة بالمنظر ده، بيبقى متغطي من بره بكبسول بسميها التونيكا البوجينيا. التونيكا البوجينيا دي بتبقى كافرد من بره بحاجة اسمها جيرمينال ابيسيليوم، اللي بيختلف النوع بتاعه على حسب العمر بتاع الفيميل دي، يعني بنلاقيه سيمبل كيوبيكال لو الفيميل في الفيرتايل بيريود، لكن بعد المونوبوز بيتحول لسيمبل سكويماس ابيسيليوم. اهم حاجة عندي نعرف ان البرينكما بتاعت الاوفري بتتقسم لجزئين كبار، الكورتكس القشرة الخارجية، ودي اللي تهمني لان دي اللي مليانة البويضات في مراحل الماتيوريشن او الجروس المختلفة، وعندنا في المدلة دي اللي بتبقى متصلة بالجزء اللي بنسميه الميزوفاريوم، ودي اللي بتمشي فيها الارتريز والفينز واللمفاتكس والنيرفز. يبقى الكورتكس بتاعتنا ده الجزء اللي هيخصني في الجزء العملي، لان هي بتبقى فيها المراحل المختلفة لنمو البويض. زي ما اخدته في النظري، اول حاجة خالص بتقابلنا هي حاجة اسمها البريمورديال فوليكل. البريمورديال فوليكلز دايما نلاقيهم حجمهم صغير، دواير كده. بنعرفهم منين؟ بنعرفهم ان هم دايما بيبقوا ان جروبس، عدد كبير جدا بيبقى موجود على السيرفس بتاع الاوفري، على الطروف كده، على البريفري بتاعت الاوفري. بعد كده تحت تأثير الاف اس اتش، البريمورديال فوليكلز دي بتمر بمراحل جروس مختلفة. بنبتديها الاول بحاجة اسمها برايمري فوليكل، يعني الاوؤوسايت بتبقى حوالين منها لير واحدة بس من الجرانيولوزا سيلز، شوية بتبقى مالتي لامينار برايمري فوليكل، دي بتبقى محاطة بكذا لير من الجرانيولوزا سيلز شوية كده، ولما يحصل ان يبتدي فيه سائل يتجمع ما بين الجرانيولوزا سيلز وبعضها تديني حاجة اسمها سيكندري فوليكلز. السيكندري فوليكلز دي بعد كده تديني حاجة اسمها الماتيور جريفيان فوليكل، لما السائل اللي موجود ما بين الجرانيولوزا سيلز دي يتجمع مع بعض ويدينا سينجل كافيتي اللي بسميه الانترم، والانترم ده فيه فلويد فبيقوم زائق لي الاوسايت او ناحية البريفري، وبتبقى ماسكة بس في بقية الجرانيولوزا سيلز بجزء من الجرانيولوزا سيلز برضو اللي بسميه كوميولاس اوفرس. بعد كده بيحصل اوفيوليشن، الاوفم دي بتطلع وتسيب بقية الجرانيولوزا سيلز والسيكا سيلز اللي بره عشان تديني حاجة اسمها كوربس لوتيام. كوربس لوتيام بعد كده الفيت بتاعه بيعتمد على حدوث او عدم حدوث بريجنانسي. لو حصل بريجنانسي بيكمل معانا 3 4 شهور، لو ما حصلش بريجنانسي بيحصل له ديجنريشن وبيتحول لحاجة اسمها كوربس البيكانز. ده باختصار القصة بتاعت الماتوريشن او الجروس بتاعت الاوفم. الاول بتبقى بريمورديال اوصايت محاطة بسنجل لير من السيمبل سكويماس ابيثيليوم او سنجل سكويماس سيلز، جرانيولوزا سيلز تبقى شكلها فلات، وبعد كده بيحصل لها جروس تدينا يوني لامينار برايمري فوليكل، وبعدين تبقى مالتي لامينار برايمري فوليكل، وبعد كده يبدا السائل يدخل او يتفرز يعني ما بين الجرانيولوزا سيلز دي، وبعدين تديني حاجه اسمها سيكندري فوليكل. بعد كده لما السائل ده كله يتجمع في سبيس واحد اللي بسميه الانترم، في الحالة دي بسميها ماتيور جريفيان فوليكل. بعدين يحصل اوفيوليشن وبقية الجرانيولوزا سيلز اللي مش بتخرج مع الاوفم هتدينا حاجة اسمها كوربس لوتيام، وبعدين عرفنا الفيت بتاع الكوربس لوتيام. دي صورة برضو دايجرام يوريك ازاي ان اول حاجة بتبقى بريمورديال فوليكل، بتبقى صغيرة جدا على الطروف، بعد كده بتبقى برايمري فوليكل يوني لامينر، وبعدين مالتي لامينر، وبعد كده لما يبتدي الفلويد يظهر معايا تبقى دي سيكندري فوليكل، وبعدين يبدا يتجمع عشان يديني ماتيور جريفيان فوليكل، وبعدين هيحصل اوفيوليشن، الاوفم هتطلع بره وبقيه الجرانيولوزا سيلز دي هتخليها جوه عشان تديني حاجه اسمها الكوربس لوتيام. نيجي نشوف بقى شكلهم تحت الميكروسكوب. احنا قلنا البريمورديال فوليكلز بنعرفهم انهم جروبس، مجموعه كبيره جنب بعضها،
دايما بتبقى موجودة على طول تحت التونيكا الوجينية على البريفري بتاعة الأوفري. نيجي ندخل جوه شوية نلاقي بقى المراحل المختلفة للجروس. هنا يمكن في الصورة مش باينين قوي، هنشوفهم واحدة واحدة. هنا قربنا الصورة شوية بقت أوضح. قلنا اللي موجودة في جروبس دي لو شاور لك عليها هتبقى بريمورديال فوليكلز. طيب هتلاقي هنا الأوؤوسايت محاطة بسنجل لاير من الكيوبيكال سيلز، يبقى ده يوني لامينار برايمري فوليكل. طب لقيتها بقت كذا لاير اهي من الجرانيولوزا سيلز اللي بتحوط لي الأوؤوسايت، يبقى على طول ده مالتي لامينار برايمري فوليكل. ادي الشكل اللي بنشوفه تحت الميكروسكوب اللي منكو اخد سكاشن شاف المنظر ده. ده سيكشن في الاوفري، كل الحاجات المدورة اللي موجودة in groups وعلى طول تحت التونيك البوجينيا دي primordial follicles. كل دول هيحصل منهم تحت تأثير ال FSH حوالي بس طول الفرتايل بيريود 400 ل 450 منهم اللي هيكملوا للماتيور جريفيان فوليكل. ودي المراحل المختلفة طبعا اللي باينة قوي معانا هنا هي الماتيور جريفيان فوليكل. ادي الأوؤوسايت وحوالي منها شوية خلايا جرانيولوزا سيلز اللي بسميهم الكورونا رادياتا، وبعدين شوية الجرانيولوزا سيلز اللي ماسكين للأوؤوسايت ببقية الجرانيولوزا سيلز دول بسميهم كوميولاس أوفرس، وآدي الأنترام وآدي بقية الجرانيولوزا سيلز وآدي البيزمنت ممبرين الخط اللي باين معانا ده، وكل الخلايا الخارجية دي بسميها ثيكا سيلز ثيكا فوليكولاي سيلز. تمام، يبقى ده سيكشن في الأوفري. دي باينه خالص اهي ان هي برايمري اوسايت يوني لامينر. دي برضو باينه انها اتريتيك فوليكل. يعني ايه اتريتيك فوليكل؟ يعني الاوسايت اللي جواها ماتت فاصبح عباره عن جرانيولوزا سيلز وخلاص ملهاش اهميه، دي اتريتيك فوليكل. ادي شكل البريمورديال فوليكل، قلنا دايما بتبقى ان جروبس. ادي شكل البرايمري يوني لامينر بتبقى محاطه بطبقه واحده بس، وادي البرايمري مالتي لامينر بتبقى الاوؤوسايت محاطه بكذا لاير من الجرانيولوزا. دي شكل البريمورديال فوليكلز ان جروبس وعلى طول تحت التونيكا البوجينيا. دي بريمورديال فوليكلز دي شكلها لما نكبر عليها. ادي البرايمري اوؤوسايت اللي حوالين منها سنجل لاير من الفلات سيلز اللي بسميها جرانيولوزا سيلز. اليوني لامينر برايمري فوليكل، ادي البرايمري اوؤوسايت بتاعتنا بتبقى محاطه بسنجل لاير من الكيوبيكال سيلز لاير واحده بسميها يوني لامينر. امال ايه الزون المنطقه اللي لونها اسيدوفيليك دي اللي بتحوط لي او بتفصل لي البرايمري اوؤوسايت عن الجرانيولوزا سيل؟ دي بسميها ثيكا سوري بسميها بسميها زونة بيلوسيدا. الزون اللي لونها اسيدوفيليك دي عبارة عن لاير من الجلايكوبروتين اسمها زونة بيلوسيدا. نيجي لي السكند ستيج اللي هي المالتي لامينر برايمري فوليكل. ادي الاوؤوسايت وادي الزونة بيلوسيدا اسيدوفيليك ماتيريال عبارة عن جلايكوبروتين بيفصل لي الاوؤوسايت عن الجرانيولوزا سيلز. الجرانيولوزا سيلز بتبقى في كذا لاير، يبقى ده مالتي لامينار برايمري فوليكل. اول ما يبتدي في سائل يتكون عندي ما بين الجرانيولوزا سيلز يبقى على طول دي سكندري فوليكل. ده شكل السكندري فوليكل. ادي البرايمري اوؤوسايت اهي، وادي الجرانيولوزا سيلز اللي كانوا حواليها كذا لاير. اول ما ابتدى في سائل يتجمع ما بين الجرانيولوزا سيلز دي يبقى دي سكندري فوليكل. نفس المنظر برضو، ادي الاوؤوسايت هنا باينه قوي 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 الزونه بيلوسيدا، شايفين باينه خالص اهي حوالين الاوؤوسايت. ادي شكل الفلويد اللي في كذا سبيس، فعلى طول دي بسميها سيكندري فوليكل. نفس الكلام برضو بيوريك ان الاوؤوسايت اهو حواليها الزونه بيلوسيدا، وادي جرانيولوزا سيلز بس ظهر ما بينهم فلويد فبسميه سيكندري فوليكل. الماتيور جريفيان فوليكل بقى لما الفلويد ده كله يتجمع في انترام يزق لي الاوؤوسايت ناحيه البريفري بالمنظر ده، وبتبقى محاطه زي ما هي بالزونه بيلوسيدا وشويه الجرانيولوزا سيلز اللي داير ما يدور حوالين منها بسميها كورونا رادياتا، وشويه الجرانيولوزا سيلز اللي ماسكينها في بقيه الفوليكل دي بسميها كوميولاس اوفرس. تبتدي تظهر عندي في المرحله دي
او الحقيقه هي ظهرت في مرحله متقدمه شويه في السكندري فوليكل، بيحصل فيه ديفرنشيشن عندي للاوفريان سترومال سيلز ليه حاجه اسمها سيكا فوليكولاي سيلز. السيكا فوليكولاي سيلز دي بتديفرنشيت لتو لاير، السيكا انترنا اللي يمت او اللي بتبقى راسيه على البيزمنت ممبرين بتاع الجرانيولوزا سيلز، وسيكا اكسترنا ده عباره عن شويه فايبرو بلاست. السيكا انترنا دي بتفرز الاستروجين والبروجسترون، بس الاستروجين اكتر. تمام، يبقى دي الماتيور جريفيان فوليكل عباره عن برايمري اوسايت، حوالين منها زونا بيلوسيدا، حوالين منها الكورونا رادياتا. ايه الكورونا رادياتا؟ ده الجزء من الجرانيولوزا سيلز اللي بتحوطها لي داير ما يدور، واللي هتخرج معاها لما يجي يحصل اوفيوليشن. وادي شويه الجرانيولوزا سيلز اللي بيمسكوا لي الاوسايت دي ببقيه الفوليكل، وادي الانترم، وعندنا فيه سيكا انترنا وسيكا اكسترنا. ده منظر تاني اهو اوضح شويه، ادي الاوسايت، ادي الزونه بيلوسيدا، ادي الكورونا رادياتا، ادي الكيومولاس اوفرس، وادي الانترم، وادي السيكا انترنا والسيكا اكسترنا. نفس الكلام تاني ماتيور جريفيان فوليكل، نفس الكلام ماتيور جريفيان فوليكل، كيومولاس اوفرس، كورونا رادياتا، زونه بيلوسيدا، و اوسايت. ما نيجي نبص على الصوره دي، نبص عليها من ناحيه هنا واحنا خارجين لبره، ده الانترم. انتوا فاهمين احنا لو كملنا كده احنا رايحين ناحيه الاوسايت، لكن ده الانترم احنا خارجين لبره. يبقى عندي بقيه جرانيولوزا سيلز، وبعدين البيزمنت ممبرين بتاع الجرانيولوزا سيلز، عشان اديني سيكا انترنا وسيكا اكسترنا. حد ملاحظ هنا السيتوبلازم بتاعه الخلايا بتاعه السيكا انترنا فيها ليبيد دروبليتس، دي كل الفراغات دي مكان الليبيد دروبلتس. يا ترى ليه؟ لان خلايا زي ما قلنا الثيكا انترنا دي بتصنع لي الاستروجين والبروجسترون، ودول استيرويد هرمونز، واحنا عندنا اي خليه بتصنع استيرويد هرمونز دي بتصنعه من الليبيدز، فبتخزن جواها الليبيدز عشان تطلع او تصنع الاستيرويد هرمونز دي. ده الكوربس لوتيام، يعني مش ذات اهميه قوي، ما بيجيش في الامتحان. نرجع تاني، ادي مين دول؟ دول البريمورديال فوليكلز، بريمورديال فوليكلز. ده شكل الكوربس لوتيام جوه شريحه الاوفر اللي عندكم تحت الميكروسكوب، ودي شكل اتريتيك فوليكل. يعني ايه اتريتيك فوليكل؟ قلنا يعني فوليكل وهي بيحصل لها جروث، الاوسايت اللي جواها ماتت فمش هتكمل الدوره بتاعتنا. نيجي بقى للفالوبيان تيوب. قلنا الفالوبيان تيوب عباره عن فور بارتس، الانفانديبولم او الام، ده بيبقى مزود بفيمبريا، البروسيسز اللي بتلقط البويضه من المبيض، وبعدين ذا موست دايليتد بارت اللي هي الامبولا، وده اللي بيحصل فيها الفيرتلايزيشن، دي اللي فيها الميوكوزا بتبقى هايلي فولدد، وبعدين الازماس المضيق، وبعدين الانترستيشيال او الانترميورال بارت، ده اللي بيدخل في اللحم بتاع اليوترس. دايما بنقول ان شكل الفولز بتاعت الفالوبيان تيوب مميزه جدا، تعرفها من وسط مليون اورجنز. يعني ده شكلها اهو، تقريبا مش بنشوف اليومن من كتر الفولز بتاعت الميوكوزا. هي عباره عن 3 لايرز، اول لير للميوكوزا، وبعدين ماسكولوزا، وبعدين سيروزا. الميوكوزا بتبقى عباره عن ابيثيليوم وتحت منه لامينا بروبريا. نوع الابيثيليوم في الفالوبيان تيوب سيمبل كولامنر، بارشيالي سيليتد، وبارشيالي سيكريتوري. بارشال سيليتد عشان يزق البويضه اللي هو لقطها من الاوفم دي، وبارشال سيكريتوري عشان تغذي لي الاوفم دي، او حتى هتغذي لي الزايجوت بعد ما بيحصل فيرتلايزيشن، او حتى هتعمل كاباسيتيشن بتقوي السبيرم اللي هيعمل فيرتلايزيشن. نيجي للماسكولوزا، عباره عن تو لايرز، انر سيركولر واوتر لونجيتودينال، وبعدين اخر لاير السيروزا دي عباره عن كونكتيف تيشو لاير، محاطه او لايند بميزوثيليوم. سهله جدا، الفالوبيان تيوب ما فيهاش اي حاجة. ده شكلها، شايفين الفولز بتاعتها، فيري كاركترستيك، مميزه جدا. اول ما تلاقي فولز كتيره كده يبقى دي على طول فالوبيان تيوب. نفس الكلام، ده شكل الفولز بتاعتها، محدش بيغلط فيها، سهله جدا، محدش بيتلخبط فيها ما بينها وبين حاجه تانية. دي صوره تانية اهي برضو، نفس الكلام، ده عشان يوريك ازاي ان الابيثيليوم بارشيالي سيليتد بارشيالي سيكريتوري. حد شايف اليومن؟ تقريبا مش قادرين نشوف اليومن من كتر الفولز بتاعت الميوكوزا. نيجي بقى لليوترس،
قلنا ان اليوترس عبارة عن 3 layers: endometrium, myometrium, perimetrium. اللي يهمنا في الجزء العملي ازاي نفرق ما بين الاندوميتريوم وهو في حالة او في الفيز بتاعة البروليفريشن، بسميها بروليفريتيف فيز، اللي هي بتقابل الفوليكولر فيز جوه الاوفري، وازاي اميز ما بين الاندوميتريوم في حالة السكريتوري فيز اللي هي بتقابل اللوتيال فيز جوه الاوفري. قلنا ان في حالة البروليفريتيف فيز بنلاقي ان اليوتراين جلانس بتبقى ستريت وبتبقى ويز نارو ليومن زي ما انتم شايفين كده، دايما حتى بنشبهها بنقول شبه الدموع، كأن في دموع نازلة كده. اليوتراين جلانس دي يحصل لها بروليفريشن بس لسه بتبقى ويز نارو ليومن وبتبقى ستريت. يحصل ايه بقى في اللوتيال فيز لما يبتدي البروجسترون يحصل له سكريشن؟ يحصل المنظر ده، اليوتراين جلانز تبقى دايليتد وهايلي تورشوس بالمنظر ده، دايليتد وهايلي تورشوس وفيها سيكريشن. ده السيكريتوري فيز بتاع الاندوميتريوم. في الامتحان لازم تقول ان اذا كان دي بروليفريتيف فيز ولا سيكريتوري فيز، اعتقد مش صعبين. دي برضه سيكريتوري فيز، هنلاقي ان اليوتراين جلانز دايليتد وتورشوس وفيها سيكريشن. ده شكل اليوترس. قلنا قبل كده ان شكل اليوترس، المنحنيات بتاعت اليوترس دي very very characteristic، مش هتلاقيها في اي organ تاني luminous low lumen very characteristic دوم shaped كده عاملة شبه القبة، يبقى ده اليوترس. ده شكل uterine glands اهي، واضح خالص ان اليوترس ده في اي مرحلة، proliferative ولا secretory؟ ده proliferative. نفس الكلام اهو، ده شكل اليوتراين جلانس. دي صورة على فكرة اليوترس اللي عندكم في المعمل تحت الميكروسكوب. نيجي بقى للفاجين. الفاجين دي عبارة عن أنبوبة، الأنبوبة دي لها ليومن ولها جدار. وول، الوول بتاع الفاجين لما اخد فيه كات سيكشن ألا عبارة عن 3 زونز، أول حاجة الميكوزا وبعدين ماسكولوزا وبعدين الأدفنتيشن. الميكوزا بتاعت الفاجينا بتبقى فيري 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 كاركترستيك، ازاي الكلام ده؟ الابيسيليوم بتاعها زي ما انتم شايفين كده، ده الابيسيليوم مكبرين عليه خالص اهو، نون كيراتينايز ستراتيفايد سكويماس ابيسيليوم. طيب ايه المميز اللي فيه؟ المميز اللي فيه تلاقيه دايما الخلايا بتاعت الابيسيليوم فاكيوليتد، يعني لونها فاتح زي ما انتم شايفين كده. نعرف الابيسيليوم ده اللي هو نون كيراتينايز ستراتيفايد سكويماس بتاع الفاجينا من وسط مليون نون كيراتينايز ابيسيليوم في اي حته في جسمنا. مش معنى، قلنا الخلايا السيتوبلازم بتاعها بيبقى فاكيوليتد، وده ليه؟ قلنا تحت تأثير الهرمون الاستروجين بيحصل ان الخلايا بتاعه الميوكوزا بتاعه الفاجينا دي بتاعه الابيسيليوم ده بتخزن جواها جلايكوجين، تخزن جلايكوجين. فالجلايكوجين ده لما الخلايا دي بتموت، دايما في الابيسيليوم بتاع الفاجينا في حاله ديسكويميشن بيقع ويجي مكانه تاني يتجدد تاني، وهي بتقع فالجلايكوجين اللي جواها ده بيقع في اليومن بتاع الفاجينا. كويس، وبعدين الفاجينا فيها بكتيريا فلورا، دي بكتيريا كويسة مفيدة، بتعمل ايه؟ بتعمل ميتابوليزم للجلايكوجين ده عشان تطلع منه لاكتيك اسيد. وبعدين لاكتيك اسيد ده مهم جدا، من اسمه كده اسيد، يعني بيعمل بيخلي الوسط جوه اليومن بتاع الفاجينا حمضي. طب ايه اهميه ان يحصل او دايما اليوم بتاع الفاجينا الاسيديتي تزيد جواها؟ ده بيمنع طبعا جروس اوف مايكرو اورجانيزمز. يبقى تاني، الخلايا بتاعت الابيسيليوم بتاعت الميكوزا بتاعت الفاجينا دي بتبقى مليانه جلايكوجين تحت تاثير طبعا الاستروجين، فالجلايكوجين ده بيحصل له ميتابوليزم ببكتيريا فلورا فتدينا حاجه اسمها لاكتيك اسيد. اللاكتيك اسيد ده بيحافظ على الاسيديتي جوه الفاجينا عشان يمنع الجروس بتاع المايكرو اورجانيزمز. ده بالنسبه للابيسيليوم. طب تحت الابيسيليوم دايما بتبقى فيه طبقه من لامينا بروبريا، حتى اللامينا بروبريا بتاعه الفاجينا بتبقى فيري كاركترستيك، بيبقى فيها ايه؟ بتبقى فيري 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 ريتش في البلاد سبلاي زي ما انتم شايفين كده، كل دي بلاد كابيلاريز بتبقى وايد، عشان كده دايما نلاقي ان اليومن بتاع الفاجينا دايما هوت. كمان بتبقى فيري 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 ريتش في الالاستيك فايبرز، الالاستيك فايبرز الفاجينا دي انبوبه، تخيل ممكن يعدي منها راس بيبي، فدايما محتاجين ان يبقى فيها الاستيستي. الالاستيستي تيجي منين؟ تيجي من الالاستيك فايبرز الكتيره جدا اللي موجوده في اللامينا بروبريا بتاعه الفاجينا، واللي موجوده كمان في الادفنتيشيا. الادفنتيشيا بتاع الفاجينا بتبقى فيري ريتش في الالاستيك فايبرز.
ادي شكل كات سيكشن في الميكوزة بتاعة الفاجينا، ادي شكل الابيثيليوم نان كيراتينايز ستراتيفايد سكويموس. قلنا هنلاحظ ايه؟ هنلاحظ ان الخلايا بتاعته فاكيوليتد. ليه؟ علشان الجلايكوجين، الجلايكوجين ده بيبقى فاكيوليتد بالمنظر ده. اللامينا بروبريا زي ما انتم شايفين فيري ريتش في البلاد فيسلز، وبتبقى فيها الاستيك فايبرز كتيره جدا. ده شكل الفاجينا تحت الميكروسكوب، ادي شكل الفاجينا دايما بتبقى كولابسد بالمنظر ده، وادي شكل الميكوزا والماسكولوزا والادفنتيشي. شايفين دي؟ دي الفتحة بتاعة اليوريثرا، اليوريثرا بتاعة الفيميل بتبقى فيري 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 نير من الفتحة بتاعة الفاجينا. ده شكل الابيثيليوم، مقربين منه عشان نوريك ازاي ان هو فاكيوليتد. نيجي بقى للبلاسنتا. البلاسنتا دي زي ما قلنا ده عبارة عن تيمبوراري اورجان، بيبقى موجود بس اثناء البريجنسي. ده عبارة عن ترو بارتس. اهميتها ايه البلاسنتا دي؟ بتوفر النيوتريشن للبيبي من المزر، وبتاخد الويست برودكتس من البيبي للمزر، يعني بتدي نيوتريشن للبيبي وبتاخد منه الويست برودكتس بتاعته. البلاسنتا دي مشاركة ما بين المزر والبيبي، ليها ماتيرنال بارت بسميه ديسيدو بيزالس، ده جزء من الاندوميتريوم، وفيتال بارت اللي هو بسميه كوريونيك فيلاي. ادي الماتيرنال بلاد اهو، ما باخد كات سيكشن. الكوريونيك فيلاي دي عباره عن فينجر لايك بروسيسز بتدخل جوه الديسيدو بيزاليس دي، يبقى ده اللي بره، ده الماتيرنال بلاد، وده شكل الصوابع اللي بتدخل جوه. يحصل ان في هنا ماتيرنال بلاد، وجوه هنا في البلاد كابيلاريز اللي فيها الفيتال بلاد، عشان تكون لي حاجه اسمها بلاسنتال بارير. بلاسنتال بارير بقى لما يجي يسالك بيتكون من ايه، بيتكون من اول حاجه من السيتوتروفوبلاست، وبعدين السيتوتروفوبلاست في اول 4 شهور بس بعد كده بتختفي، وبعدين الكونكتيف تيشو اللي جوه الكوريونيك فيلاس ده، وبعدين البيزمنت ممبرين بتاع الكابيلاري بتاع الفيتس، وبعدين الاندوثيليوم. يبقى تاني السيتوتروفوبلاست، وبعدين السيتوتروفوبلاست، وبعدين البيزمنت ممبرين بتاع السيتوتروفوبلاست، وبعدين الكونكتيف تيشو بتاع الفيتس، وبعدين البيزمنت ميمبرين بتاع الفيتال بلاد كابيلاريز، وبعدين الاندوثيليوم بتاع البلاد كابيلاريز. ده شكل البلاسينتا، شكل الكوريونيك فيلاي. الحاجات اللي بالازرق اللي على الطروف دي شكل السنسيتي تروفو بلاست، واللي جوه ده الكونكتيف تيشو بتاع البيبي، وفي جواه بلاد كابيلاريز. الحقيقه ان شريحه البلاسينتا تحت الميكروسكوب صعبه جدا. هي عبارة عن ايه اصلا؟ عبارة عن شوية صوابع اللي هي الكولونيك فيلاي متقطعة، فهتبان different shapes، مش شيب ثابت بالمنظر ده. يعني كل واحد حوالين منه طروف زرقاء ده هنعتبره كولونيك فيلاس، كل واحد حوالين منه حروف زرقاء ده هنعتبره كوريونيك فيلاس سيبرت عن اللي جنب منه. خلاص، هي شكلها غريب جدا، البلاسينتا ملهاش شكل محدد، ما تقدرش حتى تتوقع شكلها هيبقى عامل ازاي لما تاخد كات سيكشن كل مرة تختلف، لكن في الاول وفي الاخر بتتفق كلها ان هي عباره عن مجموعه من الكريونيك في اللاي بالمنظر ده. ده شكل البلاسينتا، ده شكل البلاسينتا. شايفين كل واحد حوالين منه حرف ازرق، يبقى ده كريونيك فيلاس، واحد تاني والتالت والرابع وهكذا. تمام، نيجي بقى للماماري جلاند. الماماري جلاند دي مشروح عندك في النظري ان في شكلها بيختلف وهي ريستنج عن لما هي تبقى لاكتيتنج. اللي علينا في العملي هي اللاكتيتنج ماماري جلاند. معلومه بس نعرفها ان في حاله انها ريستنج ماماري جلاند بتبقى عباره عن مجموعه من اللوبس، الفصوص اللي مفصوله عن بعضها بدنس كونكتيف تيشو. الدنس كونكتيف تيشو ده بيبقى تخلله اديبوز كونكتيف تيشو، اللي هي الحاجات البيضه اللي انتم شايفينها دي، ده كله اديبوز كونكتيف تيشو، ده اللي بيدي الفوليوم بتاع البريست. ده في حاله انها ريستنج، عباره عن مجموعه من اللوبس، اللوبس دي مفصوله عن بعضها بدنس كونكتيف تيشو ووايت اديبوز كونكتيف تيشو. طب جوه اللوب نفسه في ايه؟ في مجموعه من الداكتس، اونلي داكتس، اونلي داكتس. جاست ان يحصل فيه بريجنانسي ولاكتيشن، الداكتس دي بيتبرع منها مجموعه من الالفيولاي. جاست انك لقيت الفيولاي اللي هي السكريتوري بارت بتاع الميموري جلاند، جاست انك لقيت الفيولاي حتى لو ما فيهاش ملك، يبقى على طول دي لاكتيتنج ميموري جلاند. ده شكل الدنس كونكتيف تيشو اللي بيفصل اللوبس عن بعضها، وده شكل الالفيولاي
الاجزاء اللي بتفرز الميلك. شايفين الحاجه الاسيدوفيلك اللي جوه الليومن بتاع الالفيولاي ده؟ ده الميلك بيدي اسيدوفيلك رياكشن، يبقى دي لاكتيتنج ماماري جلاند. احنا بنعرفها ازاي تحت الميكروسكوب؟ دايما اللاكتيتنج ماماري جلاند دي بتتلخبط مع شرايح كتيره جدا، اصلها عباره عن مجموعه الفيولاي حاجات مدوره جوه منها الميلك اللي هو لونه احمر. ده بتختلف معانا وبتتلخبط معانا مع حاجات كتير جدا، اشهرها طبعا اللنج، تمام، غير الثيرويد جلاند كمان لو تفتكروه. طب احنا هنعلمها ازاي في العملي؟ احنا بنقول ان الماماري جلاند دي مش بتبقى محاطه بكبسول، هي جاست كفرد باي سكين. ادي شكل السكين لو تفتكروه، لو اخدناه، مش فاكره انتوا اخدتوه قبل كده ولا لا. ده شكل السكين وده شكل الهير فوليكلز بتاع السكين. اللي شاف السكين قبل كده مش ممكن ينسى شكله. ادي شكل الابيديرمس وادي الديرمس. الديرمس ده بيبقى مليان بهير فوليكلز زي ما انتوا شايفين كده. لقيت اورجان مستغطي بسكين، مين اللي عندنا السنه دي اورجان مستغطي بسكين؟ هي الماماري جلاند. يبقى على طول دي الماماري جلاند. ادي شكل الالفيولاي، الحاجات المدوره دي كلها، وادي جزء من الالفيولاي اللي جواها ميلك، يبقى دي لاكتيتنج ماماري جلاند. ده شكل تاني مقربين خالص اهو من شكل الالفيولاي اللي جواها ميلك، يبقى دي لاكتيتنج ماماري جلاند. تعالوا بقى نشوف مع بعض كده الامتحان بيجي ازاي في الفيميل جينيتال سيستم. الحقيقه هو الفيميل جينيتال سيستم تقيل ودسم وفي اسئله كتيره جدا، بس ان شاء الله بتبقى سهله. يعني لما يجي يسالك هنا ويقول لك ايدنتيفاي ذا اورجان، الاورجان اللي قدامك ايه؟ خد بالك من السؤال، الاورجان كله. طبعا الاوفري واضح ان دي اوفم، يبقى احنا فين؟ في اوفري. طب عايزين بقى نعرف الاستراكشر ده كله على بعضه كده اسمه ايه؟ تفتكروا دي اي نوع من الفوليكلز؟ بريمورديال ولا برايمري ولا سكندري ولا ماتيور؟ واخد بالك ان الفلويد موجود في كذا سبيس، سبيسز كتيره، يبقى على طول دي سكندري فوليكل. طب مين دول؟ ايوه اللي موجودين ان جروبس ودايما على البريفري، بريمورديال فوليكلز. طيب ايدنتيفاي ذا اورجان، الاورجان كله يوترس، حلو كده. طيب دي اني زون؟ دي المايوميتريم. طب ده كله كده اني زون؟ ده الاندوميتريم. طب بما ان ده الاندوميتريم يبقى مين دول؟ دول اليوتراين جلانس، يوتراين جلانس. بيشاور ايه تاني هنا؟ بيشاور على اليوتراين جلاند برضه، يوتراين جلاند، يوتراين جلاند. ودي اللامينا بروبريا، يعني دي الميوكوزا اللي احنا قلنا بنشيلها في اليوترس وبنسميها اندوميتريوم، وبعد الاندوميتريوم بيبقى فيه مايوميتريوم. ايدنتيفاي ذا اورجان، خلاص احنا حفظنا بقى، يبقى ده الاوفري. طيب مين دول؟ دول البريمورديال فوليكلز. طيب مين دي؟ هنلاقي برضو ان الفلويد موجود في كذا سبيس، يبقى دي سكندري فوليكل. طب هو هنا مشاور على اني لاير؟ شايفين البيزمنت ممبرين الاحمر ده؟ اي لاير بره خارج البيزمنت ممبرين بتاع الجرانيولوزا سيلز هسميها سيكا فوليكولاي سيلز، سيكا انترنا وسيكا اكسترنا، سيكا فوليكولاي سيلز. طيب مين دي؟ خد بالك دي اوسايت اهي، محاطة بسنجل لاير من الكيوبيكال سيلز، يبقى ده يوني لامينار برايمري فوليكل. دي نفس الكلام اهي جنبها، يوني لامينار برايمري فوليكل، وقلنا دول بريمورديال فوليكل، وقلنا دي سكندري فوليكل، ودي سيكا فوليكولاي سيلز. دي مين؟ تمام كلنا بنعرفها على طول، الفولدز الكتيره دي يبقى على طول احنا في الاوفيدكت او في الفالوبيان تيوب، ودي الميوكوزا اللي هي بتبقى عامله لي فولدز، والطبقه دي طبعا اسمها ماسكولوزا. الاورجان ايه؟ اوفري. مين اللي على السطح دول؟ دول بريمورديال فوليكلز. طيب مين دي؟ يوني لامينر برايمري فوليكل، ودي دي سكندري فوليكل، ودي ماتيور جريفيان فوليكل. ماتيور جريفيان فوليكل ده انترم، دي او او سايت محاطه بكورونا رادياتا، جزء ده كيومولاس او اوفرس، كيومولاس او اوفرس، تمام. يبقى تاني دي ماتيور جريفيان فوليكل، ده انترم، دي جرانيولوزا سيلز، دي كيومولاس او اوفرس، دي كورونا رادياتا. الاورجان اوفري دي اني نوع بقى؟ دي المالتي لامينار برايمري فوليكل، دي سكندري فوليكل، دي اتريتيك
فوليكل ما فيهاش اوسايت من جوه. مالتي لامينر برايمري فوليكل، سيكندري فوليكل، اتريتيك فوليكل.